أهلا بيك يا شام. يمكن أنا الآن متواجد أمام لجنة المدرسة، اللجنة الفرعية رقم 29 بمدرسة المنشية الابتدائية المشتركة في مركز ومدينة قنا. في الحقيقة المشهد من خلفي مشهد الأمني، هو مشهد روتيني نمطي. كل يوم بتبدأ عملية التأمين منذ ساعات الصباح الباكر، بتبدأ قوات الحماية المدنية بواسطة الكلاب البوليسية المدربة بكشف المفرقعات في اللجان ومعظم اللجان علشان يطمئنوا على الحالة الأمنية، ومن ثم بتبدأ القوات الحماية المدنية بمغادرة المكان، وبيتواجد قوات الجيش وقوات الشرطة لتأمين العملية الانتخابية. هذا هو المشهد النمطي اليومي خلال الثلاث أيام وثالث يوم من انتخابات الرئاسة المصرية. أما المشهد أمس ففي الحقيقة أنا حابب أن أنا أفرغه من عناصره وأحطه على ورقة رسم بياني. لو حطينا هذا المشهد على المشهد الانتخابي بالأمس وتاني يوم من عملية التصويت، سنجد أن مؤشر المشاركة أصبح تصاعديا. هذه المسألة البيانية لها معطيات. المعطى الأول هو الطبيعة القبلية لمحافظة قنا وبتتميز بها، وكنا قررنا في عدد من المرات أن قنا هي محافظة قبلية وعشائرية من المقام الأول، لذلك المشاركة الكثيفة جاءت تلبية واستجابة للاتفاق المزمع، الاتفاق المنعقد بين القبائل العربية قبل انطلاق الماراثون الرئاسة للمشاركة، وكان الأمر بالمشاركة في هذه العملية الانتخابية بشكل إيجابي، وده اترجم فعليا بالأمس. أما المعطى الثاني وهو أن كانت بالأمس درجة الحرارة معتدلة، في ساعات الليل ابتدت المشاركة تزداد بكثرة نظرا لعودة الموظفين إلى أماكنهم. أيضا المعطى الثالث وهو معطى طبيعي جدا، أن مهلة التصويت الثلاث أيام ابتدت تنقضى، لذلك بدأ التوافد علشان خاطر يستغلوا فرصة التصويت. يمكن هذا المشهد أكيد له يؤكد على هذا الكلام. المستشار محمد محمود وهو رئيس اللجنة العامة للانتخابات فضل أنه هو طبعا يصرح بعدم بغير أرقام، ما صرحش بالأرقام ولكن صرح بشكل تقييمي وتقديري للعملية الانتخابية بالأمس، وقال أن نسبة المشاركة أصبحت فوق المتوسط، وهذه نسبة يراها أنها نسبة جيدة، وكان بيدعو من خلال تصريحات خاصة نقلا عنه، كان بيدعو المواطنين للنزول والمشاركة واستغلال هذا الاستحقاق في صالح المواطن المصري. نعم. كل هذه هي المسألة البيانية اللي عرضنا فيها بشكل مبسط لسير العملية الانتخابية. أيضا كان هناك في بعض العوامل أو المتغيرات اللي أصبحت الكفة اختلفت، يعني الرجال في اليوم الأول كانوا أكثر مشاركة من النساء، ولكن بالأمس أصبحت المشاركة بين الرجال والنساء متساوية، وهذا وفقا لتصريحات السيد المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة قنا. بالنسبة لي ملاحظات الشخصية، يمكن كنت في اليوم الأول رصدت أن المشهد الانتخابي كان ضعيف الإقبال من قبل الشباب، ويمكن ده خلاني أتوجه بسؤال للنائب محمود الضبع وهو نائب عن محافظة قنا وهو أيضا عضو لجنة الشباب والرياضة، اتحدثت معه عن إيه أسباب وراء ضعف الإقبال من الشباب، لكن هو كان من خلال هذه التصريحات أكد أنه إن جرت العادة في محافظة قنا أن الانتخابات تبدأ بكبار ومن ثم يبدأ الشباب بالمشاركة، وبصراحة وفي الحقيقة ابتدت تتترجم هذه المقولة على أرض الواقع. يعني بالأمس شهدت في لجنة رقم 11 وهي لجنة عامة خاصة بالسيدات أن عدد الفتيات من الشباب ابتدى يتوافد بشكل ملحوظ على هذه اللجان. يمكن ده هذا المشهد إجمالا. إن شاء الله في خلال الساعات المقبلة هنكون مستمرين ومتابعين للأحداث هنا في محافظة الرئاسة 2018. عودة ليك مرة تانية في الاستوديو. شكرا جزيلا زميلنا أحمد عبدو.